يواصل مركز شباب مدينة سوهاج تدريبات الوشو كونغ فو والتي تحظى باهتمام مجلس الإدارة والمدربين، وذلك بتأهيل وإعداد المتدربين للمشاركة في كافة المسابقات والبطولات بمختلف الأعمار السنية، وذلك لتأهيل ورفع اسم مصر للبطولات الإقليمية والدولية. تقرير زميلين محمد السيد ومجد شعيب. تتواصل تدريبات الوشو كونغ فو بمراكز الشباب بمدينة سوهاج. وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بأن التدريبات مستمرة بعدة مراكز بالمحافظة، حيث تحظى باهتمام مجلس الإدارة ورعاية منطقة سوهاج للوشو كونغ فو. فريق الكونغ فو في مركز شباب مدينة تحت رعاية سيادة النائب خالد أبو الوفا وأعضاء مجلس إدارة المركز، لهم كل التحية والتقدير على الدعم المتواصل لفريق الكونغ فو المركز. وبنشكر مجلس إدارة الاتحاد المصري للوشو كونغ فو برئاسة الكابتن شريف مصطفى، ندعو بالتوفيق إن شاء الله والسداد بإذن الله في الانتخابات القادمة بإذن الله، ومجلس إدارة الاتحاد ودكتور عمرو إسماعيل واللواء عصام خاضر وجميع أعضاء مجلس الإدارة، لهم من كل التحية والتقدير. بنشكر الأستاذ أحمد محمود لبيب رئيس مجلس إدارة منطقة سوهاج وجميع أعضاء مجلس الإدارة. بنشكر أبطالنا المواهب أصحاب البطولات، إن شاء الله عندنا بطولات عديدة من أبطال الجمهورية وأبطال أفريقيا، وإن شاء الله بإذن القادم يكون أفضل بإذن الله عز وجل. إحنا بنستعد حاليا لبطولة 10 سنين أندية، بعدها بطولة البنات إن شاء الله، نستعد إن شاء الله لبطولة الجمهورية 10 سنين مواليد 2015 2016 إن شاء الله في استاد القاهرة يوم 18/10، وإن شاء الله بإذن الله كلنا جاهزين للمنافسة في البطولة إن شاء الله. برئاسة أحمد لبيب ويتم متابعة المديرية لتدريب المشاركين بانتظام وبإشراف محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة، كما يتم إعداد المتدربين للمشاركة في كافة المسابقات والبطولات بمختلف الأعمار السنية لإعداد أبطال تمثل المحافظة في مختلف المحافل الرياضية ورفع اسم مصر للبطولات الإقليمية والدولية. من محافظة سوهاج محمد السيد، طيبة.